السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر منتج. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن ازاي ممكن تعمل فلوس من كرة القدم. اعتقد اتكلمت قبل كده في كذا حلقة عن الموضوع اللي بيدور حوالين الربح من كرة القدم. اتكلمت قبل كده عن الموضوع ده كتير وفي كذا حلقة، وانصحك وبشدة انك ترجع تتفرج على الحلقات دي مرة تانية لو انت شفتها قبل كده، او لو انت ما شفتهاش فياريت هتلاقيها عندك في الاي اللي فوق دي، كل الحلقات اتكلمت فيها عن كرة القدم. فاتمنى انك فعلا ترجع تتفرج عليها تاني، والحلقات دي هتفيدك بشكل كبير جدا، يعني مش هتتخيل هتفيدك لحد قد ايه. يعني الحلقات دي هتعلمك بعض الحاجات المهمة جدا لازم تعرفها عن الربح من كرة القدم، وهتعلمك ازاي تتخطى حقوق طبعا النشر. لكن علما فقط يعني ان الطرق اللي موجودة طرق قديمة شوية، يعني شرحتها من فترات طويلة، ممكن تكون الطرق دي حاليا مش شغالة وممكن تكون شغالة، فانا معرفش. فانصحك انك تجرب الحاجات دي، وانصحك وبشدة تتفرج على الحلقات دي تستفيد من الكلام اللي اتقال، لان انا قلت لخصت فيها كلام كتير قوي قوي قوي، كلام مهم جدا، ولو يعني لازم تعرفه لو انت هتبدا تشتغل على في مجال الربح من كرة القدم. يعني تمام، معانا هنا الستيبس مكتوبه واللي احنا جايين نتكلم عليه. اول حاجه حابب اتكلم فيها النهارده، ليه الناس بتلجا للمحتوى ده؟ ليه الناس بتسيب كل محتويات الدنيا وتروح تشوف كره القدم؟ ملحوظه هتلاقيني ممكن تلاقيني بتلخبط، تلاقيني بعمل، لان انا تقريبا بقالي حاليا اكتر من 28 ساعه ما نمتش، ف هتلاقي ان الموضوع صعب شويه. يعني على فكره ما نمتش من ساعه البث المباشر ومن ساعه الفيديو بتاع امبارح والكلام ده كله، فمش غير ساعتين تقريبا، فالموضوع هيبقى صعب شويه، فانت حاولوا كده او يعني ربنا يسهل واعرف اجمع الكلام. يعني تمام، اول حاجه اللي الناس بتروح للمحتوى بتاع كره القدم ده دونا عن جميع المحتويات التانيه، بيروحوا للمحتوى ده لانه الاكثر ربحا، الاكثر مشاهدات، سريع، محتوى سريع، سريع في كل حاجه، سريع في الربح، سريع في المشاهدات، سريع في المشتركين، سريع في كل حاجه. انت مثلا لما بتبدا قناه يوتيوب يبقى عندك صفر مشترك، صفر مشترك، لسه بادئ القناه حالا. لو انت حابب انك تجيب مشاهدات، ايه اللي هتعمله وانت ما عندكش محتوى؟ طبعا نشرت هدف لماتش برشلونه او اي فرقه، نشرت اي حاجه، لقيت الهدف ده جاله مشاهدات 5000 10000 مشاهده وانت عندك صفر مشترك، فدي حاجه تبقى معجزه بالنسبه لك طبعا، ولكن هي دي كره القدم يا شباب. يعني هو ده اللي بيحصل فعلا، انك بتنزل حاجه كده كده في ناس بتبحث عنها، فانت بتنزل الحاجه دي قبل ناس، فالحاجه دي بتوصل لك او بتوصل لهم عن طريق القناه بتاعتك لانك نزلتها انت الاول، او انت اللي كسبت الاس اي او بتاع الحاجه دي، او انت كسبت الاسبقيه بتاعت الحاجات دي، انت اللي كسبت المشاهدات الاوليه للناس مثلا لسه جاي الجون ده دلوقتي وانت منزله، فانت كسبت الناس اللي جت في الاول دي. دي حاجه مهمه جدا طبعا، يعني اتكلمت على الحاجات دي بالتفصيل قبل كده. يعني الحته الثانيه بقى، والناس بتغفلها كثيرا جدا، الناس بتغفل الحته دي، اهميه انك يكون عندك موقع الكتروني باسم القناه بتاعتك، القناه خاصه بكره القدم، موقع خاص بكره القدم، موقع خاص بالاخبار، بالاهداف، بالمباريات، بالبث المباشر، بكل حاجه. دي مهمه جدا، اهم من قناه اليوتيوب، اهم من قناه اليوتيوب، اهم من قناه اليوتيوب. هقول 100 مره الكلام ده، الموقع مش هيتقفل بسهوله زي القناه ما هتتقفل بكل سهوله. لو انت ركزت في قناه ميديا كوره اللي الناس هتتجنن عشانها، القناه دي كان عندها قناه ميديا كوره 2، القناه دي اتقفلت، يعني الشخص ده مش عبقري لدرجه انه ما اتقفش ولا مره او القناه ما تتقفش، لا اتقفش واتقفلت، القناه اتقفلت ميديا كوره 2 اللي كان عنده اكتر من 400 الف مشترك فيها. انا فاكر القناه دي حاليا شغال عليها ميديا كوره 1 و3 و4 تقريبا، حاجه كده، عنده 3 قنوات يعني شغال عليهم. يعني انت ما ينفعش يكون عندك قناه واحده بس تشتغل عليها الحاجات دي، لازم يكون عندك اكتر من قناه وتربطهم بحسابات ادسنس مختلفين، اكتر من قناه باكتر من حساب ادسنس، تمام؟ عشان لو ادسنس اتقفل يكون في ادسنس تاني وادسنس تالت، حاجه مهمه جدا طبعا، تمام يا شباب؟ فالقنوات دي ما نجحتش من فراغ، القنوات دي فاهمه هي بتعمل ايه كويس، وانت لازم تعمل كده برضو. أهمية الموقع هو إنك لما مثلا تحب إنك تعمل ترويج للبث المباشر اللي عندك على اليوتيوب، بدل ما تنشره كده وخلاص، لا، أنت انشره في الموقع، الناس تخش من الموقع في جوجل، كسبت أنت من إعلانات الموقع، ولو دخل حتى لو البث المباشر اتحذف من اليوتيوب فأنت أوريدي كسبت من الموقع، فدي مهمة جدا، وكده كده البث المباشر ما عليهوش أرباح، فأنت برضو هيبقى الموقع عندك مهم جدا في الحته دي جدا. تاني حاجه ان الموقع زي ما قلت ان هو مش سهل يتقفل زي قناه اليوتيوب، قناه اليوتيوب سهله جدا انها تتقفل، سهله جدا جدا كمان، بالذات في البث المباشر، فجاه هتلاقي جالك مخالفه شالت منك انك تقدر تعمل بث مباشر.
جالك مخالفه تانية شالت منك انك تقدر تحقق ارباح من اليوتيوب من القناه دي، جاءت الثالثه قناه قفلت. فالموضوع بيبقى سريع قوي في كره القدم برضو، موضوع ان القناه تقفل بيبقى سريع جدا. فانت ما تزعلش على اي قناه هتعملها وتتقفل مهما كان فيها مليون مشترك، ما تزعلش على اي قناه هتعملها وتتقفل، تمام؟ فيعني اتمنى بس انك تفهم الكلام اللي انا هقوله، لان الكلام ده يعتبر اخر حاجه انا هقولها النهارده يعني، وهنام طبعا مش هقدر حتى منتج. فاهميه الموقع كبيره جدا وكتيره جدا، مش هقعد اعدهم لك ولكنهم كتير، مش حتى اللي انا قلت لهم دول بس، لا ده في حاجات كتير بس انا تلاقيه مش مركز. بس في حاجه تانية، ايه هي الحاجات اللي انت هتشتغل فيها؟ طيب عندك ثلاث حاجات مفهومش رابع، او ثلاث حاجات ملهومش رابع، تمام؟ اول حاجه هي الملخصات والاهداف، انك تنزل على قناتك على اليوتيوب وعلى موقعك، خلينا نربط الموقع بالقناه شويه، انك تنزل على القناه وعلى الموقع بالملخصات والاهداف. مش كل الناس يا جماعه على فكره بتبحث على اليوتيوب عن الاهداف والملخصات، لا، في ناس كتير بتبحث على جوجل، بالذات في البث المباشر الناس بتبحث على جوجل مش على اليوتيوب، الناس بتبحث على جوجل مش على اليوتيوب، بالذات حته البث المباشر. ها تمام، يبقى اول حاجه انت ممكن تكسب منها فلوس من كره القدم انك تنشر ملخصات واهداف. انصحك وبشده مره ثانيه انك تتفرج على الحلقتين الخاصين بالملخصات، ازاي تنشر ملخصات على اليوتيوب، وازاي تمنتج الملخصات وتعملها يعني على اليوتيوب، وازاي طبعا تتخطى خطوه طبعا النشر وتنزل الاهداف على اليوتيوب. الحلقتين دول زي ما قلت لك موجود في الاي فوق، فمهمين جدا، حاول تتفرج عليهم ويعني تصبر على نفسك كده فيهم، لانك حابب انك تفهم كل كلمه انا بقولها في الفيديوهات دي، لانها مهمه جدا طبعا. حاجه ثانيه، ودي مش عليها اي حقوق طبعا نشر، ودي يعني معظم الناس اللي حابه انها تبدا يعني تبدا كده يعني تمهد الموضوع وتبدا قناه مثلا ما تنشرش فيها اهداف ولا ملخصات، تبدا قناه مسالمه جدا والناس حبت المحتوى، حبته ما حبتوش ما حبتوش، قنوات الاخبار بتاعت كره القدم دي مهمه طبعا. مثلا خبر انتقال نيمار الى ريال مدريد، ريال مدريد عرض على نيمار امبارح او اول امبارح الموضوع ده، ناس كتير اتكلمت على الموضوع ده وحققت مشاهدات بسم الله ما شاء الله عاليه جدا. فالحاجات دي بتحقق مشاهدات شباب كتير، فانت لو قناه الاخبار مش ضعيفه، قناه الاخبار مش هقول لك زي قناه الاهداف والملخصات، لكن قناه الاخبار بتجيب برضو مشاهدات، فاتمنى برضو انك ما تغفلش موضوع قناه الاخبار. ويا ريت يا ريت يا ريت، ملحوظه لكل الناس، ما اعرفش الحاجات دي بتيجي في نص الكلام ليه، ولكن ده عشان بس الكلام مش بترتب كويس، ولكن ملحوظه لكل الناس، الناس اللي عندها قناه تقنيه، الناس اللي عندها قناه خاصه بالكوميديا، اي حاجه من الحاجات دي مش قناه كوره، فاتمنىك ما تخشش في محتوى الكوره، ما تقولش بقى ده محتوى بيجيب مشاهدات، ده المحتوى ده بيجيب ارباح مش عارف ايه، الكلام ده صحيح اه ولكن مش لكل الناس، ده عايز ناس معينه، ناس ما عندهاش محتوى، الناس اللي ما عندهاش محتوى هي اللي ممكن تخش المحتوى الكوره ده زي ما قلت في اول الحلقه. الناس اللي ما عندهاش شغف لحاجه معينه، اللي ما عندهاش شغف تتعلم حاجه معينه، فهي دي اللي بتخش على محتوى الكوره، ما بقولش الناس دي فاضيه او الناس دي فيها حاجه، لا براحتها وكل حاجه تمام، بس انا بتكلم على انك لو عندك محتوى يا ريت تفيد الناس، بلاش محتوى كوره تمام، لو عندك محتوى تقدمه، محتوى الكوره ده للناس اللي حابه انها تنجز بسرعه وتاثر على نفسها الطريق انها تبدا على طول في محتوى الكوره. اتمنى بس انك تكون فهمت الحته دي. مره ثانيه بقول ان قناه الاخبار مهمه جدا، ويا ريت لو عندك قناه اخبار او هتعمل قناه اخبار ما تعملش جنبها قناه كوره، غير لو لقيت ان قناه الاخبار دي فاشله تماما مش تقدر انك تحقق فيها اي حاجه. اما لو لقيتها بتجيب مشاهدات، انت راجل بتفهم في السيو، بتفهم في اليوتيوب بشكل عام، كلمات مفتاحيه وصف، برضو اتكلمنا على الحاجات دي في حلقات قبل كده، ممكن ترجع تشوف كورس اليوتيوب اللي انا كنت عامله كلمات مفتاحيه وصف وعنوان، انت ممكن تجيب مشاهدات كويسه جدا وتقدر انك تشد الناس للعناوين بتاعتك. ف انصحك برضو انك تشوف الفيديوهات دي. فبرضو موضوع الاخبار ما تستهنش بيه نهائيا. تالت حاجة هي المهارات والمباريات القديمة. طيب موضوع المهارات والمباريات القديمة، المهارات ممكن تتاخد من مثلا تدريب، تمام؟ المهارات ممكن تتاخد من تدريبات، يعني تدريبات لفريق مثلا زي روما زي اي حد، تقوم واخد بعض المهارات لبعض اللعيبه وتنزلها، مهارات محمد صلاح في ليفربول وتنزلها، الحاجات دي برضو بنسبه 90% اضمن لك ان ما يبقاش عليها اي حقوق طبع ونشر، بنسبه 90% وبتجربه شخصيه يعني اضمن لك ما يبقاش عليها حقوق طبع ونشر، ولكن ال 10% دول برضو ما تستهنش بيهم، فعشان كده ما تقولش ان مصطفى كذاب، مصطفى ما بيعملش، لا انا جربت فعلا الموضوع ده فعلا ما خدش عليه حقوق طبع ونشر، ولكن برضو في شكوك برضو ان الموضوع ممكن تاخد عليه حقوق طبع ونشر. حاجه تانية، المباريات القديمه، المباريات القديمه والاهداف، اهداف بتاعت المباريات القديمه او المباريات الكامله القديمه،
برضو بنسبه كبيره مش هيبقى عليها اي حقوق طبعا نشر. المواد القديمه خالص اللي هي مثلا 2000 2002 2001 2005 2004 الحاجات دي بتبقى منشوره في القنوات الكبيره. يعني مثلا قناه زي ميديا كوره، القناه دي لو نشرت مثلا اهداف لماتش كبير، ماتش كلاسيكو قديم مثلا زي ماتش 4 3 بتاع برشلونه، ده ماتش جميل جدا ويعتبر من احسن ماتشات الكلاسيكو اللي اتعملت في التاريخ، لو نزلوا الاهداف بس برضه هتجيب مشاهدات، حتى لو قديم والناس كتير شافته ولكن برضه هتجيب مشاهدات، لان اوريدي هم عندهم سبسكرايبرز بيحبوا الاهداف وبيحبوا الكوره فبيدخل يتفرج، ولكن هتجيب مشاهدات واكن الماتش لسه على اول امبارح والناس بقى عندها حماس وهي بتتفرج. انت فاهمني؟ عايز اوصلك بس النقطه دي، ان حتى لو الماتش قديم الناس برضه بتحب تتفرج، ولكن لازم يكون عندك مشتركين عشان الناس تتفرج او عشان تلاقي ناس بتتفرج. تمام؟ لانك صعب جدا يكون مثلا بتنشر اهداف لماتش من 5 سنين وانت بتنشر له الاهداف وانت قناتك صفر ومشترك، فانت مستحيل الناس تدور على الهدف ده، وفي 100 واحد غيرك نشر الهدف ده قبل كده، فمستحيل انت تجيب الحاجات دي. تمام؟ فانت لما يكون عندك مشتركين الناس هتخش عندك على طول، فدي حلوه جدا. وانا بشوفها بعينيا كده، الاقي ناس عندها 100,000 مشترك او 200,000 مشترك لها علاقه بقنوات كوره يعني، او قنوات اخبار. لما يكون مثلا عندك قناه زي دي وعندك مشتركين كويسين، ممكن تنزل اهداف لماتشات قديمه ومش هتلاقي عليها اي حقوق طبع ونشر، لان الناس تبقى خلاص بقى الحاجات دي خلصت بالنسبه لهم، فهم بيركزوا بس مع الجديد. هم يركزوا مع مين ولا مين يعني يا شباب؟ بس ما تقولش الجمله دي مع كل حاجه، لان هم بيركزوا في كل الحاجات الجديده، الحاجات القديمه ما اعتقدش ان هم يركزوا فيها، لان الناس بتحقق منها فلوس بسم الله ما شاء الله. حتى لو جالك اي مخالفه فاضمن لك انها تكون مخالفه على مستوى العالم. لو مش فاهم يعني ايه مخالفه على مستوى العالم، برضه انصحك انك تتفرج على الفيديوهات اللي في الايفون، اتكلمت في الموضوع ده برضه. طبعا يعني واضح من مخالفات مستوى العالم دي بتبقى بسيطه وما بتسببلكش اي مشكله. كل اللي بيحصل ان صاحب الفيديو الاصلي بياخد الفلوس بتاعت الفيديو، لكن ده هتسبب لك في مشتركين وفي حاجات مهمه جدا يعني. فما تزعلش لو جالك مخالفه على مستوى العالم، وما تفكرش في الارباح، ابوس ايدك ما تفكرش في الارباح في بدايه اي قناه على اليوتيوب، ما تفكرش خالص في الارباح، حاول تفكر في انك تجيب ناس الاول وبعد كده تفكر في الارباح بعد كده. بس كده يا شباب، بعتقد ان انا طولت قوي في الفيديو ده، مش عارف عدى ال 15 دقيقه تقريبا او حاجه زي كده يعني. فاتمنى الناس اللي كملت معايا لحد اخر الفيديو دول، انتوا ابطال فعلا الناس اللي كملت معايا اخر الفيديو. فاتمنى يا شباب يكون ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، واتمنى يكون مفيد لبعض الناس، واتمنى برضو اكون افدتك في الحاجات دي، واتمنى برضو انك تتفرج على الفيديوهات اللي فوق اللي في الاي، لانها مهمه مش عشان بس مشاهدات، والله العظيم الفيديوهات دي هتفيدك جدا. تمام؟ وهتلاقي شكل غريب فيها يعني، بس هتفيدك، الفيديوهات هتفيدك جدا. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، ويا ريت برضو قبل ما انسى لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ويا ريت تعمل شير للفيديو ده بحيث انه يوصل للناس اكتر، الناس تفهم المعنى الحقيقي للربح من كره القدم، والناس تقدر ان شاء الله تستفيد من الموضوع اللي انا قلته النهارده. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.